بعد قراءة واطلاع واسع كما أدعي استفزتني عبارة أنه الدين هو ظاهرة اجتماعية. أنا بصراحة أعتقد بالعكس تماما، أعتقد أن المجتمع هو ظاهرة دينية وليس الدين هو ظاهرة اجتماعية. الإنسان لم يبدأ بشكل منفرد، إنما بدأ كقطيع، ما زال كذلك. نحن لسنا مجتمعات حقيقية، نحن في الواقع قوم أو ملة. حتى أختصر الموضوع بأكمله، الدين هو الكلمة المرادفة لكلمة قطيع. الآن عرفنا ما هو الدين، من هو الله، هو راية القطيع. الإنسان يولد وبعد دقائق من ولادته يتم تحديد اسمه ودينه وعائلته وقومته. هذا الإنسان راح يقضي عمره بأكمله يدافع عن صفات ومزايا هو ما كان مسؤول عنها. الإنسان يولد هو ضمن قطيع ولا يولد كفرد. هنالك نظريات حول الأصل الدين، منها نظرية إيليار أنه يؤمن بوجود هناك كيان حقيقة بالفعل داخل الدين. فرويد اعتبر أنه الظاهرة الدينية يرجع أصلها لعقدة أودي. أنا أشوف هاي فكرة صحيحة صراحة، ولو هو فرويد على عين ورأس، نظريات فرويد لا علاقة لها. نحن لسنا بحاجة إلى أن نتحرر من القطيع، إنما أن نحرر القطيع من داخلنا. وأعتقد إذا قلبنا هاي الحالة راح نفتهم ونعالج كثير من الإشكالات الغامضة ما زالت في حياتنا. قصدي مو إحنا أحرار تم استعبادنا، لا، إحنا مستعبدين أصلاً، وولدنا وعشنا ومارسنا حياتنا بأكملها كمستعبدين وجزء من القطيع. أغلبية البشر هم يعني يرفضون محافظين، نزع المحافظة من أين أتت؟ بسبب هاي الحقيقة، أو لا نشعر بوجودنا وذاتنا إلا بوجود قطيع. فرويد هاي نظرية انتشرت رغم أنها لم تكن رصينة علميا، وأعتقد السبب لأنها هي تجلد ظهر الأفراد ولا تتعرض للقطيع، كأنما هو نفس هاي ظاهرة التنمية البشرية المعاصرة. لكن المشكلة وين؟ المشكلة بأنه هو يغفل أو يغض النظر عن الدور ومسؤولية الجهات الحكومية أو قادة القطيع، يطلعوا غير مذنبين. المشكلة بهذا الفرد أنه ما فاشل. دوركهايم شو يسوي؟ هو وضع العرب أمام الحصان، إلا أن المجتمع هو روح الدين. أنا أشوف أنه هو العكس، أي أن الدين هو روح المجتمع، فهذا مشغول بالمجتمع وهذا مشغول بالفرد. هذا التهاب الفرد ونسى المجتمع، وهذا اشتغل بالمجتمع ورجع للفرد. هو أن البشرية كانت تجتمع ليس من أجل أن تكون مجتمع، بل من أجل أن تكون قطيع. هاي ببساطة، نحن ما نقدر ما نقسم العالم، إن المسألة عدم التقسيم هي مو مسألة إرادية، مسألة لا إرادية، ما نقدر يعني نسويها. وهذا هو اللي يجعل الديانات تعبير عن ظاهرة إنسانية وليس مجرد ظاهرة اجتماعية مثل ما يشوف دوركهايم. هاي فكرتي، وأتمنى أطلع غلطان أو مستعجل. الإنسان كما قلت أيضا هو كائن قطيعي وليس بكائن اجتماعي، وأن الأصل فيه هو القطيعية وليس الفردية. يعني الآن عندما أقول هذا الشيء هو أمامكم، يعني ما معنى فرديتي الآن؟ أنا عندما أقول قولي أو أنتم تستمعون لي الآن، ما معنى هذا؟ معنى أنا أشعر أنني منتمي لكم، لا يوجد معنى خارج هاي القطيعية أو الفرد. يعني ما معنى أن يكون فرد خارج المجتمع البشري؟ ما لها أي معنى. توافق الأفراد ورغبتهم الشديدة بالإيمان بدينهم، أي رغبتهم الشديدة بالإيمان بقطيعيتهم، وهذا هو القطيع، هو اللي يحقق هويتهم. بدون هذه الهوية يعني يشعرون بالفراغ وانعدام القيمة والضياع. وفعلا هم يعني أي واحد يشعر بالضياع يصير شخص مطرود. إثبات الولاء لا يتحقق طبعا إلا عبر الطقوس المشتركة والتقاليد الصارمة. يعني هذا عندما تشوف هاي الجموع الحاشدة أنت ما تشعر بهم أفراد، تنظرهم كمجاميع. كلمة الطقوس أيضا بها مشكلة، يعني مو مثل كلمة الدين. الطقوس هي ما هي الطقوس؟ الطقوس هي كل طقوس، لا، والقيام بفعل طقوسي هذا معناه الحقيقي. هنا المنظور يختلف. عندما تقول طقوس وبعض يقول أنها من أركان الدين، لا، مو هيك. التعصب أيضا هي اللي تسبب التعصب هاي القطيعية، وهي اللي سبب أيضا انتشار روح المحافظة بين الجميع، لأنهم يحاولون يقون على تكتلهم قطيعي، فأنت أي واحد يطلع من الهيرت يضيع. كل ما أثبتت ولائك وعدم تسامحك مع أي انتهاك للثوابت، كلما زادت قيمتك داخل الجماعة،
وهذا أيضا يفسر سر نجاح الحركات المتطرفة، لأن المؤمن الجيد هو جوهريا المؤمن المطيع أو المؤمن القطيع وقيام القطيع. فهو أي إيمان هو هذا، كل ما زادت الانتماء كل ما أنت شعرت بأنه أكو طاقة داخلك للانتماء للقطيع أو للجماعة اشتغلت، يمنحك قيمة. ما معنى كلمة قيمة؟ هو هاي معنى قيمة، أنه أنت تشعر بوجودك مع الآخرين، إحساس بالمعنى وإحساس بالقطيع. فأنا أي شيء يتمسك به بغض النظر عن ماهية هذا الشيء وتفسيره وتعديلاته، فالعربية يفسر ما هذا الدين صحيح ولا غير صحيح، وهذا الدين غلط وهذا المبدأ صحيح، لا، هو الفكرة أنه تتمسك بشيء أشبه من يتمسك بلوح وسط البحر. فأنت مو مهم اللوح شنو هو، اللوح ما تفكر بالله، المهم أنت تمسكت بشيء إزاء الآخر للتدليل على صحة هذه النظرية. هل يمكن وجود مجتمع دون دين؟ الإنسان نفسه، أنا كإنسان كجسد بيولوجي أو فيزيولوجي عبارة عن قطيع من الخلايا، ولولا قطاعية هذه الخلايا لما وجدت أنا. يعني أنا جسدي كله خلايا راح تروح، بس خلايا واحدة الحياة من فقط راح تتناسب والبقية يرحم، كل العملية هاي كلهم دول يطلعوا بنفسهم من أجل هذا. أنا هذا الإنسان نفسي راح يمارس الدور نفسه اللي مارست الخلايا بداخل جسدي. كيف؟ بأنه أنا مجبور أن أميل بطبعي إلى التحالف مع الآخرين. يعني أنا كبشر أتحالف مع جماعة البشر أو النحل كلهم، ما يتكاثرون، بطلوا يتكاثرون أو تنازلوا عن هالمسألة، فقط للملكة ملكة النحل وظيفة التكاثر، والبقية كلهم يقاتلون، ويعني رجال النحل أو ذكور النحل يقفون على باب المستعمرات ويدافعون عنها ويضحون بأنفسهم من سبيل المجموع. وهذا أيضا هو اللي صار. يعني إذا القطعية هي أساس، يعني أساس ما ممكن نغض النظر عنه، كانت فكرة الله هذا الفرد المثالي المطلق الكامل الخير، هي بصراحة هي فكرة مدمرة في جوارها. يعني هي اللي حرضت على ظهور أفراد، هي فكرة عظيمة طبعا لا شك، أسماء البشر وأسماء الأشخاص يعني بدأت تتميز يعني قبل 2500 سنة، يعني قبلها مثلا ما نعرف من الكاتب من حال الجبال، ما نعرف، يعني بس أسماء ملوك وتذكر فقط بما مع الآلهة، لكن بعد ذلك 500 قبل ما بدأ يظهرون أنبياء، زرادش سوى زرادش دي اسم، بوذا اسم، يعني هو صحيح لقب بس اسمه ستهارتا ومهابهارتا لكن اسم، يعني اسمه معروف، اسمه هو. ما كان هاي الإنسان يفكر بأنه هو ممكن أن يكون له اسم وله خصوصية وفردية. هاي من أتى بالذات فكرة الإله التوحيدي، الإديان التوحيدية المؤسساتية طبعا ظهرت لاحتواء هذا الإله المتفرد المنفرد وليس لإبراز حضوره، يعني عكس ما هو متوقع. المسيحية فعلت هذا جيدا بأنشطرت هذا الإله ثلاثة وجوه. اليهودية ألغت اسمه بعدما يقولون يهوى، لا يقولون له حرام، يقولون هاشم. هو مهش إسلام ماذا فعل؟ جعله ساكتا إلى الأبد، والساكت هو الميت. أرسلت لكم كتابي وخلاص، وطلعوه من الساحة نهائيا، وأصبح الآن هو يعني في عهدة رجال الدين، والله حكم ما له حضور في الحياة إلا اسم فقط. فكل دين منهم أزل هذا الإله وطشره. السبب هو المؤمنين نفسهم، المفارقة الأخرى السبب من فعل هذا والمؤمنين نفسهم، لأن هؤلاء المؤمنين متعطشين للقطيعية، ما يدري إيش بده يكون الجزء من القطيع. أنا أقول هو هاي الفكرة التوحيد اللي استعيدت الآن بالأصول الحديثة اللي ركزت على فردية الإنسان وعلى وحدته وفرديته وصمديته، وعلى أنه إنسان مونيك خاص لا يشبه إنسان آخر ولديه خصوصيته. هذه القضية هي اللي أصبحت يعني أتاحت فرصة للإنسان لأول مرة بالتاريخ أن يضع مسافة بينه وبين القطيع، لكن هذه المسافة ما زالت قصيرة. هذا أدى إلى وجود ردات فعل قطيعية. لماذا ظهرت الفاشية مثلا؟ لماذا ظهرت النازية؟ أو في داعش، يعني داعش مو داعش بشكل الإسلامي منطقة الشرق الأوسط، داعش دول الشباب اللي يطلعون في أوروبا، هؤلاء عندهم عطش لأن يكونون جزء من القطيع، فهو يتعطش أن يدخل ويرجع للقطيع، لأنه أوروبا دمرته خلته يعيش فرد. السؤال الآن، هل نستطيع أن نتخلص من قطيعيتنا؟
أنا أقول بغض النظر عن يعني جنون جنوني وشطط في هذه المحاضرة، أقول كلا. وأيضا نحتاج أبسط، يعني ما زلنا نحتاج قبلة من حبيب، وهذا دليل أكبر على ما أقول على الهيرت أو الفكرة القطعية.